شكرا جزيلا دولة الرئيس، وشكرا جزيلا لحضراتكم على كل ما تم طرحه. وبالفعل احنا يعني قضايا شديدة الأهمية، وبنشكر لحضراتكم اهتمامكم بالتأكيد بدور وزارة الخارجية والسياسة الخارجية المصرية في ظل المرحلة الحالية. بالفعل يعني احنا في مرحلة سيولة شديدة ومرحلة عدم يقين، انما يعني في اجابات سريعه كده تلغرافيه. اولا بالنسبه لهيبه الدوله ودورها الاقليمي والدولي، وبالفعل دكتور اسامه هذا يعني مساله مفروغ منها بالتاكيد، ويمكن في سياسات وسائل واجراءات عديده، يعني ليس بالضروره يتم الاعلان عن كل شيء، انما بالفعل هيبه الدوله قائمه وهيبه مصر في الخارج ودورها الاقليمي والدولي. وده أكثر مع مصر، إن الكل مقتنع إن الركيزة الوحيدة للاستقرار في المنطقة هي مصر بالتأكيد. يعني مش صدفة إن الولايات المتحدة هي اللي دفعت في اتجاه عقد الحوار الاستراتيجي بأسرع وقت ممكن، مش صدفة إن الاتحاد الأوروبي هو اللي يضغط في ترفيع العلاقات مع مصر المستوى الاستراتيجي والشامل، مش صدفة إن قوى كبرى يعني زي الصين زي روسيا الاتحادية زي غيره، الكل بيتحرك في اتجاه تعميق العلاقات مع مصر. وأيضا مش صدفة إن مصر هي من الدول القليلة جدا في العالم اللي لديها شراكات استراتيجية مع أطراف، يعني هناك يعني في ظل الاستقطاب العالمي الراهن يمكن أطراف بينها علاقات عداء، ومع ذلك مصر في ظل سياسة الاتزان الاستراتيجي نجحت بالفعل انها تعمل علاقات استراتيجية مع كل، مش عايز اقول الأضداد، انما الأطراف حتى المتصارعة مع بعضها البعض. ودي حاجة تحسب طبعا للقيادة المصرية وللسياسة الخارجية المصرية. سد النهضة يعني مصر طبعا يعني دولة ليست قليلة الحيلة، مصر لديها رؤية واضحة جدا جدا في التعامل مع هذا السد، ولا أقول عليه سد النهضة وإنما هو السد الإثيوبي لتداعياته السلبية على مصر. عندنا إجراءات، عندنا تحركات، إنما مش بالضرورة أيضا كل شيء سيتم الإعلان عنه، إنما الهدف الأساسي هو بالتأكيد التقليص إلى أقصى حد ممكن أو لأدنى حد ممكن من مخاطر هذا السد على مصر. وإحنا أعلنا بوضوح أن بالتأكيد هناك إجراءات تتخذها مصر وفقا للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث ضرر، إذا حدث أي ضرر للأمن القومي المصري، مصر لديها من الإجراءات كما ذكرت والسياسات والأدوات وأيضا الرؤية والرؤى للتعامل مع حدوث أي ضرر. بالنسبة لأفريقيا يعني أنا بقول بمنتهى الوضوح، أفريقيا هي مستقبل مصر وهي مستقبل عملية التنمية في مصر. الفترة الأخيرة يمكن آخر 10 سنين الشركات المصرية هنا خدت خبرة غير عادية في عمليات الإنشاء وعملية البناء والبنية التحتية. ولذلك يعني أنا التقيت يمكن على الأقل ب20 وزير أفريقي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة. البند الأول في كل لقاء هو عايزين الشركات المصرية، وشركات معروفة بالاسم تتقال بالاسم، عايزين لدرجة ان بعض الدول ودول مهمة ودول كبيرة بتقول في دول اخرى ودول متقدمة عملت مشروعات انما انتوا بتعملوها بالكفاءة الافضل وبالتأكيد طبعا بتكلفة اقل. فبالتالي احنا شايفين الشراكات مع افريقيا بتتحول مش شوية منح هنا وهنا، لا احنا بنتكلم على علاقة شراكة حقيقية، هو يستفيد وانا استفيد. بالتأكيد بنتحرك في موضوع الاستثمار، القطاع الخاص المصري بيلعب دور مهم جدا، احنا استثماراتنا الآن بتتجاوز ال 14 مليار دولار استثمارات مصرية جوه القارة الأفريقية. أيضا مسألة في السيد رئيس الجمهورية صدق والسيد دولة رئيس الوزراء ابتدينا في عملية تنفيذ وكالة، ودي أنا أعتقد هتكون ليها نقطة تحول أساسية في التعامل مع أفريقيا، وهي وكالة ضمانات الاستثمار
في افريقيا، ودي هتبقى حاجه مهمه جدا لتشجيع الشركات الصغيره والمتوسطه المصريه انها تروح وتشتغل في افريقيا. وطبعا هذه الوكاله هيكون يعني دائره عملها مناطق التي تمس الامن القومي المصري مباشره، كان منطقه الساحل او القرن الافريقي او منطقه طبعا حوض النيل، وياتي بعد ذلك باقي المناطق في افريقيا. بالنسبه للسياسه الخارجيه المصريه، احنا لا نملك على الاطلاق حتى مجرد التفكير في عدم التحرك النشيط، مسألة الانكفاء أو الكمون الاستراتيجي ده غير مطروح على الإطلاق، ولا يصح ولا يتعين إن احنا مجرد نفكر فيه، لأن إذا مجرد فكرنا فيها نلاقي هذه التهديدات الخارجية تدخل لنا جوه. فبالتالي الحركة الدؤوبة النشيطة للسياسة الخارجية في كل دوائر التحرك بتاعها، وخاصة الدائرة العربية، الدائرة الإقليمية والدائرة الإفريقية، دؤوبة. والآن هناك سياسات وهناك أيضا أدوات لعملية التنفيذ، ودي مسألة مهمة جدا لتنشيط الدور المصري. طبعا القضايا اللي حوالينا، فلسطين، السودان، ليبيا، انا بتفق مع الدكتورة نورهان، هي لازم نقبل انها ازمات ممتدة قاعدة معانا لعدة سنوات، لكن كلها بتمس الامن القومي المصري، وبالتالي التدخل المصري موجود، الطرح المصري موجود، الرؤية المصرية موجودة، دون بتأكيد الحال بطبيعة الحال ان احنا يعني يبقى في مخاطر عالية ان احنا نتورط في صراعات عسكرية مسلحة، الا اذا كان في تهديد للامن القومي المصري والحدود المصرية. طبعا المراجعة الدورية دكتور نيفين، يعني يمكن هيبقى للمرة الاولى في تاريخ هذه المراجعات الدورية إن رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان اللي هو وزير الخارجية هو اللي يقود الوفد المصري نفسه، وده لإرسال كان تكليف من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، حتى تكون هناك رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية قدما في مسألة الإصلاح السياسي، وإن في إرادة سياسية من السيد رئيس الجمهورية نفسه، لم يضغط أحد علينا أن سيادته يطلق الحوار الوطني أو يطلق الاستراتيجية الوطنية، وإنما كلها ملكية وطنية جاءت بطرح ومبادرة من السيد رئيس الجمهورية حتى تكون هناك ملكية وطنية، وحتى ندفع، لأن زي ما بنقول ده بيحقق مصلحة الشعب المصري وليس لإرضاء أي طرف خارجي. وإحنا لسه أنا متكلم مع الدكتور ضياء رشوان إن لازم يبقى في الحوار الوطني ممثل في الفعاليات الجانبية اللي هتكون في جنيف على هامش عملية المراجعة الدورية. ختاما يعني طبعا في إعادة تشكيل للنظام الدولي وفي إعادة تشكيل للمنطقة، وإحنا على دراية بهذا الأمر، وبالفعل يعني في فرق عمل بتعمل ولطرح البدائل على السيد رئيس الجمهورية. أيضا إعادة الصياغة العلاقة مع إسرائيل ومع إيران، احنا يعني ليس هناك اي محاذير ولا خطوط حمراء، احنا بنتحرك في اطار المصلحة الوطنية المصرية بالتأكيد، وكل المشكلة مرة اخرى بالنسبة لأثيوبيا ليست فقط هذا السد، ولكن ايضا اذا كان هناك سدود اخرى، وبالتالي لكل حادث حديث. اخر حاجة بالنسبة للثقافة، الدكتور احمد زايد، ومعذرة دولة الرئيس على الاطالة، لا خلص. انما في عجالة سريعة، بالتأكيد القوى الناعمة المصرية هي أحد الأدوات الفعالة للسياسة الخارجية المصرية. يعني مش صدفة إن لما بنسافر نروح رواندا يبقى الدكتور مجدي يعقوب ومركز القلب. طبعا الدراما والسينما ليها دور مهم جدا، ويمكن الدراما الأخيرة في شهر رمضان الواحد لقي الصدى لبعض المسلسلات اللي كان لها صدى أيضا في الخارج وفي دول إقليمية، وبيتكلموا بالاسم، فإحنا بنستعيد دورنا والثقافة المصرية مرة أخرى. وبالتأكيد الكنيسة والأزهر الشريف لهم دور كبير جدا كقوة ناعمة في تنفيذ السياسة الخارجية المصرية. أخيرا وليس أخيرا، قالته الدكتورة نورهان، بالنسبة للعملات المحلية، إحنا فعلا في تحركات في إطار البريكس،
وأيضا كنت في لقاء مع وزير خارجية الصين، كنا بنتكلم على إتمام جزء كبير جدا من المعاملات التجارية بالعملة الوطنية، إن كانت اليوان أو الجنيه المصري. ويعني احنا بالفعل يعني التحديات الحالية لا تستطيع أي دولة أيا كان حجمها بما في ذلك الولايات المتحدة إن هي تواجهها بمفردها. فبالتالي أنا بتفق إن احنا بنبني شراكات مع الدول الصديقة، مع الدول الشقيقة، إن احنا نحاول نواجه هذه المخاطر وهذه التحديات الوجودية، التحديات الوجودية للدولة الوطنية بالنسبة للعديد من الدول العربية. وبالتأكيد يعني الجهد لن يتوقف، لأن دي مسألة بتمس ليس فقط مصلحة مصر ولكن مصلحة الإقليم العربي بالتأكيد. وشكرا جزيلا. شكرا يا فندم. اسمحوا لي هعقب سريعا معلش فندم عشان ندي بقى الفرصة لبقية الزملاء وما نطولش عليكم.